الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم وصفة هايلة، تجي بزاف بزاف بنينة. درت لكم غراتا الشوفلور باللحم المرحي، يعني وصفة هايلة ما شاء الله. تبعوا معايا الفيديو لنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفة. ما تنسونيش إخواني أخواتي بلجام لا فيديو، أبوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع هذا الكغاتان. عندي هنا الشيفلور اللي راني نقيته وشللته مليح وغليته في الماء والملح ودرت فيه زوج ورقات تاع الرند. نحتاج كمية تاع اللحم المفروم، حبة طماطيش تكون كبيرة مسكرفجة، عندي هنا نص راس تاع الثوم مسكرفج. التوابل نحتاج الملح والزيت، وعندي هنا فلفل كحل، الملح شوية راس الحانوت، نص مغرف تاع فلفل عكري، ونحتاج ثاني نص مغرف تاع طماطيش مصبرة. بسم الله، دوك نبداو في الوصفة تاعنا إن شاء الله. بسم الله، دوك في مقلة راح ندير حوالي 3 مغارف تاع الزيت، ندير اللحم المفروم يتقلى شوية، وكي تقلى لي شويه اللحم راح نزيد الثوم، نزيد الحبه تاع الطوماطيش، هكذا نخليه يتقلى يتقلى هكذا شويه اللحم مع الثوم والطماطيش، من بعد نضيف التوابل. هكذا دوك الطماطيش راهي تقلات مليح مع الثوم، دوك رايح نضيف التوابل اللي قلت عندي هنا شويه تاع الملح، شويه فلفل كحل، شويه راس الحانوت، فلفل عكري، وراح نزيد نص طماطيش، نص مغرف تاع طماطيش بالصبرة. عليك عندي هنا نص مغرف طماطيش مصبرة، هكذا نخليه يتقلى مليح هكذا في التوابل، بعد نمرق بشوية تاع الماء. هكذا نحركو مليح باش التوابل يدخلوا كاع في اللحم ويجينا بنين. دوك هنا نمرق بشوية تاع الماء، نخليه دوك هكذاك واحد لربع ساعة يطيب، من بعد نولي لكم باش نكملوا الوصفة تاعنا إن شاء الله. بسم الله، هاوليك دوك هكذا خلاص
اللحم راهو طاب، ما نخليش حتى ينشف كامل، نخلي فيه شويه تاع لاصوص باش يتشرب هذاك الشفلور ويجي بنين. هنا ما بقى لي غير نزيد له دوك شويه رشه خفيفه هكذا، شويه تاع معدنوس، هكذا دوك رايح نطفي عليه. دوك في البلا اللي يروح للفور، راني دهنتو بشويه زبده وراني درت الشوفلور حتى لازم حتى نسقموه كاع مليح. بسم الله، دوك رايح نفرغ، راني درت طبقه تاع الشوفلور، دوك رايح ندير طبقه تاع اللحم المفروم. بسم الله هكذا، كيفي هكذا شويه تاع لاصوص راح يتشرب هالشوفلور ويجي بنين. يعني صدقوني وصفه هايله وتجي بزاف بنينه، سهله التحضير ايضا. هكذا ضروري نغطو كاع الشوفلور بالطبقة هذه تاع اللحم المفروم. تقريبا نزيد الجبن المبشور، راني كملت درت له كاع الجبن المبشور من فوق. دوك انا راني شعلت الفور وراهو سخون، رايحه نديرو يعني كل شيء فيه راهو طايب، برك الشفلور يتشرب شويه هذيك لاصوص والجبن يذوب ويتحمر من فوق، من بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله. هاوليك دوك كيما راكم تشوفوا الكغات تاعنا راهو واجد، راهو شهي ما شاء الله، جا في منتهى الروعه. دوك نقسم لكم تشوفوه كيفاش جا. بسم الله، يعني صدقوني وصفه سهله التحضير ويجي بنين تاني هذا الغراتان، يجي ما شاء الله. بسم الله، نعم ليك، يعني صدقوني وصفة هايلة وبزاف بزاف بنينة. نعم ليك كما راكم تشوفوا، يعني صدقوني وصفة ولا أروع للشوفلور باللحم المفروم. ما تنسونيش إخواني بإخواني أخواتي بلي جام لا فيديو إلى عجبتكم، وأبوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، وإلى الملتقى مع فيديو آخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.